يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خلط عملا صالحا وآخر سيئا كيف ينطبق عليه الحديث كل ميسر لما خلق له؟ من خلط عملا صالحا وآخر سيئا كيف ينطبق عليه الحديث كل ميسر لما خلق له؟ اي نعم، هذا ميسر للأمرين، ميسر للعمل الصالح والعمل السيء، فيخلط بينهما. نعم، وهنا أحد ييسر للعمل الصالح الخالص، وهنا أحد ييسر للعمل السيء الخالص. الناس درجات في أعمالهم. نعم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنهم. نعم.